التكفين فرض كفاية من ماله، لقوله عليه الصلاة والسلام وكفنوه في ثوبيه، أضاف الثوبين إليه، فيكون التكفين من تركته. إن لم تكن له تركة فعلى وارثه، لأن النفقة تجب عليه في حال الحياة. فإن لم يكن فمن بيت مال المسلمين، فإن لم يكن فعلى من علم بحاله من عموم المسلمين.